اصعب ماتش يا ادهم، حسيت ان الماتش ده صعب عليا، اللعيب ده مركز معايا قوي وانا مش هكسب بسهوله. كان اصعب ماتش لعبت مين؟ في اي بطولة؟ في بطوله الجمهوريه الاول. الجمهورية كان اصعب ماتش مينا. مينا؟ ايه يا مينا؟ ايه يا مينا في ايه؟ ما بالراحه على ادهم شويه. طب ليه مينا مركز قوي، لعيب حريف؟ ما هو الوحيد اللي كان، يعني هو اللي كان الوحيد المنافس ليا للبطولة. طب وفي بطولة افريقيا لما رحت، مين كان صعب؟ مين من اللي كان قاعد قدامك من اللعيبه حسيت ان اللعيب ده برضو ذكي قوي ومركز قوي؟ حد جنوب افريقي كده. من جنوب افريقيا. وكسبت ولا كسبت؟ كسبت. كسبت. هاي طب مينا برضو نفس الموضوع، انت اصعب ماتش كان ايه؟ اوعى تقول لي ادهم. اصعب ماتش في بطولة الجمهورية كان مين؟ واحد كان اسمه يوسف. يوسف. ليه كان صعب؟ ليه؟ كان مركز قوي، شاطر، بيتدرب كتير. كسبت ولا كسبت؟ اتعادلنا. اتعادلتوا. طب وفي بطولة افريقيا اصعب ماتش كان ايه؟ كنت مع كيفن. ده ايه جنسيته؟ ايه؟ مصرية. مصري. كيفن اللي حصل على المركز الاول في البطولة. انت ما عندكش ماتش صعب انت؟ لا عندي. انا محدش بيفرق معايا. كان اصعب ماتش بالنسبة لك ايه؟ في انهي بطولة؟ في الجمهورية. ماتش مروان. مروان؟ ده اسمه مروان. اتعادلت ولا كسبت ولا خسرت؟ لا كسبت. كسبت. طب وكان مروان صعب ليه؟ هو ممكن بيلعب نقلات ما فهمتهاش، بس في اخر الدور عرفت افهمها وكسبت. وفي افريقيا كان اصعب دوله قابلتك مين؟ ولا كان مصري؟ لا جنوب افريقي. جنوب افريقي برضه، بس الواحد اللي لعبته.